أستاذ ماجد، قدم كل من بلينكين وأوستن لبايدن نصائح في الساعات الماضية لم نعرف عنها شيئا، ولكن بالتأكيد يعني لديك خبرة واسعة في طريقة الرد الأمريكية. مثلا عندما قتل جندي أمريكي في قاعدة عين الأسد كان الرد بمقتل سليماني، وهذا كان جندي واحد. اليوم خسرت الولايات المتحدة الأمريكية 12 جنديا، وأيضا لديها عدد كبير من الإصابات. طبيعة الردود برأيك كمحلل عسكري يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت الحساس؟ أولاً، هذه الهجمات سوف تقترب طالبان من القوات الأمريكية في تنسيق الحماية لمطار كابول للعاصمة، يعني أو الأماكن التي تتواجد بها البعثات الدبلوماسية. أعتقد سوف يكون هناك تفاهم ما بين حركة طالبان رغم الاختلاف في على بقاء القوات الأمريكية ومع القوات الأمريكية. الردود سوف تكون بالتأكيد ضربات جوية على يعني أماكن تواجد تنظيم داعش، والولايات المتحدة الأمريكية حذرت وحتى البريطانيين حذروا من أنها سوف تقع هجمات، وبالتالي هم يمتلكون معلومات واستخبارات. أعتقد بايدن مضطر للرد، ولو أن أخطاء الاستراتيجية لا يمكن أن تعالجها التكتيكات، لأنه بالأساس هي استراتيجية خاطئة. ولكن حتى يحفظ الولايات المتحدة الأمريكية ما وجهها، مثل ما تفضل الضيف الكريم من باريس، سوف تقوم بضربات، وهذه الضربات قد تشمل مواقع تنظيم داعش في أماكن معينة من خلال قصف جوي أو حتى قصف صاروخي لرد الاعتبار ولإسكات ما يمكن إسكاته من أصوات داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك انتقادات كبيرة على يعني حتى بلينكين، حتى أوستن، حتى إيميلي قدم حقيقة نصائح مخطئة. يعني حتى المخابرات الأمريكية قدمت يعني تقارير وقامت بحسابات مخطئة عندما قالت بأن طالبان سوف لن تتقدم باتجاه كابل 6 أشهر أو خلال 90 يوم، وبالتالي خلال ساعات أو 7 أيام وصلت طالبان إلى كابل. هناك أخطاء يعني في الحسابات الأمريكية سواء على مستوى البنتاغون، يعني ميلي وحتى أوستن كان يعطي اطمئنان إلى البيت الأبيض بأن القوات الأفغانية قادرة على الدفاع. وكان هناك حديث أستاذ أيضا عن الخطط المرافقة للانسحاب ولم نسمع عنها شيئا. مرافقة لا شيئا، والسبب لأنه أولا تبين أنه 330 ألف جندي أفغاني لن يتواجدوا على الأرض، لم يكونوا متواجدين على الأرض سوى يعني ربع هذا العدد أو ثلث هذا العدد. يعني حسابات خاطئة، لا توجد ترتيبات سياسية ولا ترتيبات عسكرية. أنا قلت لك المفروض الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد ترامب عندما قررت الانسحاب كان عليها أن تضع استراتيجية لإجلاء ما يمكن إجلاء من دبلوماسيين ومتعاونين